الوطن أغلى ما في الوجود ويرخص له الغالي والنفيس، ولأن ابنها الشهيد فراس إسبر قدم دمه فداء للوطن، تواصل والدته جانيت ترغام رسالته في أبنائه بصبر وإيمان. سنة الـ 2013 13 3 كان بمهمهم وراحوا، ضل شي 5 أيام، 5 يوم بعد المهم استشهد. ربنا عطاني الصبر والقوة وربيتهم الحمد لله، هني مغطيين علي حياتي كلها. أولاد عطوني القوة، عطوني الإيمان، عطوني يعني الأمل بالحياة. اهتم فيهم، راعيهم وين ما راحوا وين ما اجوا. يعني شو بدي يعني كيف الام بتدير بالها لاولادها؟ هودي اولادي. انا بعتز بشهاده بابا الله يرحمه، وطبعا الله اختاره ليكون انه بالجنه، وطبعا بابا راح اعطاني القوه واعطاني كل شيء. كان يقول لي ادرسي وخذي البكالوريا ونجحي وهيك، وطبعا انا نجحت واخذت البكالوريا. كان انه حلمي روح الكليه بس ما مشي الحال، إن شاء الله هاي السنة حجرب قدم علي وروح. نساء كثيرات فقدن أحباءهن في هذه الحرب الظالمة التي تتعرض لها سوريا منذ نحو 9 سنوات، وتحملن مسؤولية انجساما بعد استشهاد أزواجهن دفاعا عن الوطن، واستطعن إكمال طريق الأبناء على خطى الآباء. استشهاد وعطاني لسه خلاني أكون جبارة أكثر. أول سنة كنت كتير انهرت كتير، بس بعدين لا، بعدين طلعت الحياة بدها تستمر، أولاد بدهم يعيشوا. دائما أقول يا رب دخيلك تدب الصبر بقلبي. يعني أنا لسه مشواري، وإن شاء الله ادعوا لي الله يطول عمري، بس لضل فوق رأس أولادي. الله يخليك. بس وقت اللي بشوف أولادي أطباء مثل ما وعدنا الله يرحمه، هن كانوا يوعدوني دائما والحمد لله. بدفع عمري كله بشوفهم أطباء لأولادي. الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة يعني، وأنا أكيد رح أكون قد المسؤولية، وهو كان يتمنى أني أنا أصير دكتور بالمستقبل، وأنا أكيد رح أصير الدكتور بالمستقبل وكون قد المسؤولية ودير بالي على أمي وأختي. يعني كنت ضل ناطرته لحتى يجي على الباب. الله يرحمهم ويجعل مسواهم الجنة، وهنن إنه أكرمهم في الدنيا وعند البنات.